واش الاخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. المهم الخوت، في هذا الفيديو جايب لكم موقع جديد اللي تقدروا انكم تربحوا منه. موقع الدراري الله بان، يعني غنكونوا من الاولين اللي غادي نهضر عليهم. دونك غنستغلوا الفرصه ونشوف واش فيه شي بروفيت ولا لا. غادي نجربوا وشحال، نشوف شحال الارباح ديالو، شحال اقل حاجه ممكن انك ديبوزي في الموقع. كما كتشوفوا الدراري الموقع هو هذا. المهم يعني تقريبا نفس الموقع اللي كنا شرحنا قبل، غير هو يعني مبدل واحد شويه. اول حاجه غنوريكم يعني طريقه تسجيل حساب جديد، طريقه فتح حساب هنايا. فكتفتح حساب بالرقم ديالك. فالمهم اول حاجه كدير واحد الاسم مستخدم ديالك انت، شي سميتك، المهم سميتك، وكتزيد عليها شي حاجه. هنا كدير الرقم ديالك، كدير 212 الا كنتي في المغرب، الحساب كل بلد. كدير يعني كدير جيت كود، كيصيفط لك الكود يعني في الرقم ديالك، وكتعاود تكتب هنا الباسورد، ومن بعد كتعاود تكتب باسورد عاوتاني. انفيتيشن كود غتلقاوه في الديسكريبشن. صافي انا ديجا عندي حساب، غادي ندخل. ديال الدخول كيطلع لنا الموقع بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا يعني هنايا اول حاجه يعني كيطلع لنا واحد المبيعات، هنايا كيطلعوا لنا يعني الارباح ديالي والبالانس ديالي الى غير ذلك. هنا غيطلعوا لنا الليفلات اللي كاينين. كما كتشوفوا كاين ليفل واحد اللي هو اقل حاجه اللي هي 20 دولار. ليفل واحد شحال فيه ديال الاوردر؟ فيه 30 اوردر، كل اوردر فيها 30 او 0.3. غادي نشوفوا، غادي نجربوا هادشي كامل الدراري. غادي نتسنى واحد شويه. كاين ليفل جوج، كاين ليفل ثلاثة، ليفل ربعة، ليفل خمسة، ليفل ستة، على حساب الليفل اللي بغيتي نتايا. المهم كاين بزاف ديال الليفلات. دونك الا بغينا نحلوا شي ليفل الدراري، كيفاش غادي نديروا؟ غادي نمشيو هنايا الفوق، وغادي نديرو روشارج، وغادي نديرو كوبي الادريس بحال هكايا، وغادي نمشي للواليت ديالي ولا تروست واليت. غادي نديرو ندخلو الكود ديالنا بحال هكايا في تروست واليت، وغنديرو نسند يوز دي تي بحال هكايا. غادي نكوبي ونديرو كولي الادريس، وغنديرو هنا 20 يوز دي تي بحال هكايا، كونتيني. غنتسنى واحد شويه، 20 يوز دي تي، غنديرو كونفيرمي، دخلو تاني الكود بحال هكايا. احسن واليت الدراري يعني بالنسبه اللي بغا يصيفط يعني مبالغ اللي قليله اللي هي تروست واليت، يعني مزيانه، ممكن انك تصيفط يعني اقل من 10 دولار، ماشي بحال باينانس. ففهاد الموقع يعني اقل حاجه اللي هي 20 دولار. فدابا يعني غنتسنى حتى تكونفيرما. صافي ونجيو هنا وغنديرو روشارج كومبليتد. كما كتشوفوا غيدوز واحد الثواني، هيا وصلت الحساب ديالي. حاليا الدراري دابا راه عندي يعني 20 دولار. دونك يعني غيتفتح ليا يعني الحساب الاول. كما كتشوفوا يعني حاليا راه انا ليفل واحد، ولا يعني في اي بي واحد. المهم هي كتحسب في اي بي او لا ليفل، فحال دابا الدراري. فغادي نقدروا اننا يعني نبداو الاوردرز ديالنا. فغادي نديرو يعني جيت اوردر يعني هنايا. كما كتشوفوا هنا الفوق طالع علينا ليفل واحد. دابا غنديرو ستارت يعني جيت اوردر. غنتسنى واحد شويه. المهم عندنا 30 ديال الاوردرز اللي خصنا نديروهم. يعني دا حاليا الاوردر الاولى داز بلاشي. شنو قال لنا هذه؟ بلاش نشوفو، نشوفو واش درنا شي اوردر ولا مازال. جيت اوردر، نتسنى واحد شويه نشوفو الطريقه كيفاش كتاخد. قالك ما منين دازت مزيان ديرو جيت اوردر. فهمت والو، علاش ديرو جيت اوردر؟ يور ما عرفتش هاد اللعيبه ديال اش هادي. باش نرجعو نشوفو نتاكدو من الموقع. هاي ليفل واحد، كيت اوردر، اوردرز سيب مايت اوردر. صافي الاوردر الاولى دازت. نمشيو نديرو ثاني جيت اوردر، ديرو جيت اوردر عاوتاني. شنو هادي؟
جيت اوردر صافي. هذه شي دازت شو الاوردر هنايا ديروا له سب مايت. هي تزادت صافي. دابا عرفت الطريقه ديال العمل ديال الموقع. كما كتشوفوا راه كيبان لكم الارباح ديالي كتزاد. طريقه العمل الدراري ساهله. كتجي اول حاجه لهاد جيت هنايا وكدير جيت اوردر بحال هكايا بلاتي. تسنى واحد شويه طلعوا لينا ديك يعني سكس فيل. عاودوا ثاني كليكيو. نرجعو ثاني جيت اوردر. تسناو ثاني يجيب لنا شي اوردر اخر. عندنا 30 اوردر الدراري اللي خصنا نجيبو. نديرو ثاني جيت اوردر. صافي نبقاو بحال هكايا. نرجعو ثاني نديرو جيت اوردر. صافي غادي نرجعو بحال هكايا. غادي نمشيو للاوردر وغنديروا ليهم سوب مايت بحال هكا. عندنا الدراري 30 اوردر خصنا نديروا ليهم كاملين هكايا سوب مايت. فالمهم هادو اوردر كومبليتد. كما تشوفوا اوردر كومبليتد. هذه مازال ان بروغريس. غادي نتسنى الدراري يعني نوقف الفيديو حتى نكمل دوك الاوردرز الاخرين ونكمل. المهم الدراري انا قربت دابا نكمل 30 اوردر. كما كتشوفوا الطريقه راه سهله. غيتبعوا داكشي اللي كندير وداكشي راه ساهل. فالمهم كدير جيت اوردر بحال هكايا. قولي تقريبا شي 3 ولا 2 ديال الاوردرز. المهم في التوتال كاين 30 ديال الاوردر. المهم كطلع لك هادي 6 في بلا ما تكليكي هنا سوب ماي اوردر. غترجع بحال هكايا وغترجع للاوردرز وغدير سوب ماي اوردر من هنايا. كما كتشوفوا كتبان لكم ان كومبليت. غادي ملي غادي تكليكو نتوما على هاد الزرقاء ولا هاد السوب مايت غتولي ان بروغريس. صافي وغتسناو. كما كتشوفوا الفوق الدراري راه داك البرايس كيهبط يعني في اليوزر بالانس غادي تنقص ليكم. علاش؟ حيت كيمشي في الاوردر. ولكن غير كتسالي الاوردر كتولي كومبليتد غادي يرجع لبلاصتو يرجع عادي. فكتبقى تريفريشي حتى كيكمل بحال هكايا. كما كتشوفوا هي رجعت 21 دولار. غادي نرجعو ثاني نديرو يعني اوردر اخر. باغي باش نبين لكم كثر وصافي. تقريبا المهم كما كتشوفوا يعني 30 اوردر كملات. دابا راه 30 اوردر كملت. يعني هذه هي الطريقه الدراري. 30 اوردر كما كتشوفوا ات يور ليفل. المهم كيقول لك 30 دولار راه كملات. دابا الدراري كما كتشوفوا 20 دولار شحال جابت لينا. جابت لينا 1.5 دولار فقط. يعني تقريبا في شي 5 دقائق ممكن انك تكمل هاد الاوردر هادو وتسحب فلوسك كاملين اللي ربحتي وتقاو تعاود ثاني تقدر تجرب طريقه باكونت اخر ولا مثلا ليفل اخر. يعني هذا غير ليفل واحد جاب لينا هاد البرايس هذا ولا جاب لينا هاد 1.5 دولار. ليفلات الاخرين غيجيبوا لك اكثر. كما كتشوفوا ليفل 2 ليفل 3 ليفل مثلا ليفل 2 راه فيه يعني 100 دولار فيه 45 اوردر والبرايس ديال الاوردر يعني 0.32 ماشي 0.30. وكل ما زدتي في الليفل ديالك كيتزاد اكثر. دونك الدراري دابا غنمشيو للويدراو. كيفاش ممكن انك دير ويدراو؟ كدير كاش ويدراو بحال هكايا. غيطلعوا لك البالانس ديالك الفوق. شنو كدير انت؟ كتختار هنايا الميثود اللي هي بطبيعه الحال اليو اس دي تي. غادي تمشي تجيب لادريس ديالك. غتمشي تجيب لادريس ديالك يعني من تروست واليت ولا من باينانس اللي بغيتي نتايا. ندخلوا الباسورد بحال هكايا. غادي ندخل الباسورد. صافي غندير ريسيف بحال هكايا وندير كوبي لادريس ديالي. غادي نجي هنا وغندير بيست بحال هكايا. وغادي ندير صافي هي دخلات دابا الادريس ديالي ولات مسجله هنايا. دابا غادي نرجع بحال هكايا. نرجعو للخلف. دابا غنمشيو نديرو ويدراو. كما كتشوفوا هي الواليد ديالي طالع عليه هنايا. هنا قال لك يعني غتدخل واحد الباسورد اللي هو من طبيعه الحال غنديرو الباسورد ديالنا بحال هكايا. وغادي نديرو الامون اللي غادي نويدراوي. وشحال عندنا حنايا؟ عندنا 21.5. غندير 21.5 21.5
5 بحال هكايا، نديرو حنا 21 بلا تعقيدات ولا شي حاجه. المهم راه 2% ديال الطاسك. المهم غنديرو دابا ويدراو كما كتشوفوا، ها هي الويدراو داس، بقات عندي 0.5. غنتسناو غير واحد شويه وغادا توصلنا. المهم بين ما وصلاتنا غنوريكم يعني كاين هنا الروشارج ريكورد، يعني كما كتشوفوا ها هي 20 دولار مشات اللي درت لها ديبوزيت عفوا. هنايا الويدراو يعني مازال يعني ان بروغريس. هنايا يو اس دي تي بيندينغ ولا ديك الواليد ديالي. هنا ممكن انك تشونجي الباسورد ديالك الا بغيتي تبدل الباسورد. لانجويج كاين هنايا يعني جميع اللغات، كاين حتى الارابيك، كاين يعني جميع اللغات كاينين. هنا لابليكاسيون ديالهم، ممكن انك تيليشارجي لابليكاسيون ديالهم الا بغيتيها بالنسبه للاي او اس ولا الاندرويد. كاينه كذلك حاجه اخرى اللي ممكن انكم تربحوا منها اللي هي التيم. هنايا التيم ديالك يعني حاليا ما كاين حتى شي واحد، فالتيم يعني كتجيب غير الكود ديالك هو هذا، كدير له كوبي وكتبارطاجيه مع الناس. زائد كاين حاجه اخرى اللي هي ريسيف ذا ريورد. هنايا الريورد اللي كيكون يعني عندك هنايا مارش ديالاش هذا ديال التيم ولا مارش ديالاش. شنو بقى لينا الدراري؟ صافي يعني هنا كاين الكوستومر سيرفيس يعني في الواتساب ولا التليجرام. المهم هذا اونلاين تقدر انك تكونتاكتيهم الا كان عندك شي مشكل ولا شي حاجه. الصفحه الرئيسيه المهم عندنا هنايا لهذو ما عرفتش شنو دي ولا شي هذا يعني وقال البروفيت ديالي الى غير ذلك. صافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشيو يعني نشوفو ديك الويدرا واش رجعات ولا لا. نديرو ويدرا كما كتشوفوا مازال ان بروغريس. نتسناو الدراري حتى توصل، نمشيو نتاكد من الواليد ديالي، نتسنى حتى توصل. نديرو بحال هكايا لا شي الكود غلط بحال هكايا، نشوفوها واش وصلات ولا مازال. غنتسنى شويه الدراري بين ما وصلات ونكمل لكم ونقول لكم شحال ديال الوقت باش وصلاتني. المهم الدراري غادي توصل ونكمل لكم. المهم الدراري ما كاينش بزاف ديال الوقت باش وصلاتني، كما كيبان لكم راه الوقت الفوق. كما كتشوفوا هي ويدراو ريكورد يعني وصلاتني، ما كاينش بزاف ديال الوقت. غنمشيو دابا للواليت كما كتشوفوا، غندخلوا الكود ديالنا بحال هكايا، نديرو ريفريش، ها هي وصلاتني 21 دولار من الموقع. دونك يعني ربحنا تقريبا 1 دولار، ما خرجش هذيك 1.5، ربحنا 1.5 دولار. دونك راه شي حاجه زوينه يعني، تقدر انك يعني ما خسرت شي حاجه، غتخرجها في البلاصه 1.5 دولار ديالك هادي. المهم بلا ما نطول لكم اكثر من كاي الدراري، يعني كلشي راه واضح قدامكم، يعني اي موقع يعني كيكون يعني للسحب في البلاصه راه كيكون زوين. فالمهم نتلاقاو الدراري في فيديو جاي ان شاء الله.